شنو مفهوم الكانسل كولتشر هذا؟ ياه والله انه ينرفز ويلعب بالاعصاب، يلعب بالاعصاب. المشكله ما لقيت له ترجمه معتمده في الصحف وفي الادب العربي ثابته، ترجمه كل العرب قالوا احنا نترجم كلمه الكانسل كولتشر هكذا، لما الحين انا ما شفتها شيء. بس كانسل الغاء وكولتشر يعني ثقافه، ثقافه الغاء، وكولتشر تعني ثقافه وتعني حضاره وهل مجره، انما كذلك ثقافه. فهي ثقافة إن واحد فهم مشهور سنابة واحدة تكلم عن موضوع حساس فهمه غلط، هاشتاق بتويتر خلى الناس تكنسله. شو يصير إذا كنسلت مشهور؟ كل المعلنين يهربون من هذا الشخص. إذا هو راح يقدم أعمال فنية ترفض، إذا هو راح يدخل في أي فيديو يضر كل الناس اللي بالفيديو ويضر حتى القناة اللي ترفع أي فيديو قريب منه. أعطيكم مثال، لاعب كرة قدم بديرته، هو مو متزوج ولما يسكر البنات يكونون حواليه ويدرون أنه سكران، يتحرش بوحده وهو سكران وهي أصلا متلزقة فيه طول الوقت، ترفع عليه قضية، تسوي هي هاشتاج إحنا ضحايا وهذيلا اللي يسوون نفسهم إنهم مشاهير لهم صيت وإنهم مثل للشباب، طالعوا شو يسوون فينا احنا يا البنات اللي نتلزق فيهم. زين انا مو قاعد اعذره، بس انا قاعد اقول شوفوا الناس شلون تغفل 90% من السوالف وتركز بس على الدائره اللي رسمتها لهم الصحف وشركات الاعلام. فطلع هذا الشخص الحين اللي هو غلطان، اللي هو مذنب، اللي هو يجب ان يعاقب، عوقب، جروا من اذن الشرطة، محكمة معلنة متلفزة، غرامات، تنتف، اطردوه، وراها بعد سنة سنتين ردوه، لا رد طلعوا له الهاشتاج ما نخليك، حرقوا كل سنين تعبه وهو يسجل اهداف ورفع راية بلده وسنين وهو يتعب ويكافح، خلاص احترق الى يوم